في زمن المواسم الميلادية المقدسة التي نحياها هذه الأيام، التقت مجموعة من أبناء الوطني في حفل حاشد أقامته جمعية الروم الكاثوليك الأردنية الخيرية بعمان. وقبل بدء الاحتفال الذي حضره الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني في الأردن، وقف الحضور دقيقة حداد عن روح المربية الفاضلة سهير شيوات عضو الهيئة الإدارية في الجمعية التي انتقلت مؤخراً إلى الأمجاد السماوية. بعدها واصل الحضور احتفالهم الذي جاء هذا العام بعنوان الحدث والرسالة والروحانية، حيث شاهد الجميع مسرحية فكاهية ساخرة قدمها الفنان الأردني حسين طبيشات حول الأوضاع الاقتصادية السائدة، وتفاعل معها المحتفلون بفرح وسرور. الاقتراب من المغارة في عيد الميلاد المجيد، في عيد المخلص، يفترض فينا ويتطلب منا، يدعونا إلى أن نقول أن هذه المغارة هي كل بيت محتاج، كل أسرة تعاني، كل طفل يتألم، كل مجتمع يقهر. نقف ضد كل ظلم، ضد كل عجرفة، نقف مع الحب، مع الحياة. الميلاد هو الحياة.